in the old position, I'll sign the board, what is the move to the one? The staff, then, who had a room, and then, لو الديجيت الثاني ده واحد هيكون اغلى من لو الديجيت الثالث ده مكتوب عليه ثلاثه. ثلاثه هي ده من هاند اونلي. ال وانا بتكلم بقى باللي بتقوله ده طبعا شكل الالحان هيكون الالحان متقطعه بمعنى الدكتور الدكتور ابي عصام الالحان وانا بفهم ده بيقل في الخطوط يقل 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 حتى بين نتائج اول نتائج بشيل الدكتور ارميه واحط الدكتور جديد واعيد اكمال عمليه الالحان مهمة جدا لكن بإكمال عملية الإلحام. لما يجي نكمل بس أنا انتخرت بل نيجي نكمل هل أبدأ من حيث انتهيت ولا أبدأ من حيث قبل أن انتهي ولا أبدأ من حيث بعد أن انتهي؟ مش فاضل اللي كعب صغير طبعا ما اقدرش اتعامل مع الهدف ده ان درجه الحراره بتبقى كبيره ما اقدرش اتحمل انا 3000 ولا 4000 درجه مئويه جنبيين ما اقدرش اتحمل مانوال ولا بالحراره يبقى انا ليس امامي الا ان اشيل الكعب ده تمام وادخل الانترو تاني هذا الدكتور الثاني اللي انا هدخله حتى ام سترايكينج الارض سترايك هي اول سترايك اول بشر او اول طش من الارض هذه تكون عند اخر ما انتهيت تحديدا بالظبط ولا قبل اخر ما انتهيت شوي ولا بعد اخر ما انتهيت شوي بطاقة لازم تكون أكل عشان يبقى في نوع من التواصل عملت حاجة حط أي حاجة هناك أعمل روشني عشان يبقى في نوع من التغامر والتواصل في الخط بس في حاجة لك أن تتخيل المنطقة اللي فيها توصيل أو تغيير إلكتروني دي تعرضت لدرجة الحرارة مرتين مرة من الدكتور السابق ومرة من الدكتور الحالي. تعريض المعدن العام والبيز لدرجة الحرارة العالية مرتين ده بيفقدها الكثير من المميزات بتاعتها كوسطة وأهم ميزة بنفقدها هي المرونة. درجة الحرارة العالية هتخليني الوسطة دي بريدل. يبقى عندي اوفر هيد عندي سوري اوفر هيتنج في نقاط طول ما انا ماشي عندي كل نقطة من النقاط اللي انا لما جربت فيها الالكترود الى الالكترود تاني فيها هذا السبوت فيها ثيرموستيت وده يعني لازم تكون وين ليميت انما موجود انا كنت اتمنى الحقيقه ان انا يكون عندي سلك اطول كده شويه بدل 40 سم كده 80 سم في الامتر بحيث ان النقاط اللي فيها تيرمينال ستريسز تبقى متباعده عن بعضها ولكن عمليا هل ممكن حضرتك تمسك الالكترون بايدك؟ الالكترون طوله متر،
كده تمسك عصاية حاول تواجهها كده بعيد عصاية الظلمات فيها كده هتهز أكتر طبعا تهزت يبقى كده الإلهام بينزل في غير المكان الطبيعي اللي أنت مهيأه 40 سنتي يبقى أنت بتقعد طول المعبد يبقى أنا حكم عليا إن الإلكترون ده يكون 40 سنتي Thank you.
لينا انجل كريشن قرب عليها الزيان السيد قدم علينا بس السيد كده انا مش بس ايه لا السيد كده مرفوع لورا الفيلينج بتاع السيد من هذا الاتجاه وصل مكانتين كده عمليه السحب بتاع السلك ده هو الواير في سبيد احنا قلنا قبل كده ان المايه هو ضغط ارك يعني برامج ده عباره عن ايه؟ الفولت وكرنت سبيد وكارل سبيد الوقت في سبيد هي سرعة دخول هذا السلك على الورك بيس وتغلق أما كارل سبيد هو الاتحاد بتاع كل المجموعة دي فتحت هذا أنا أقدر أغير الوقت في سبيد تغيير الأطر إم بتاع الموتور ده الأطر إم بتاع هذه الكل سبب هذه الطاقة الدروب سبيد بسرعة الارتحال في هذا الاتجاه بكل المجموعة بتاعتها يعني اقدر اقول ان هذه الواير وانا بملى بحط هنا فولدر الفولدر دي جايه من باكيت بهذا الشكل وكل ده ينتقل بهذا الشكل اما الواير بتاعي بيتحرك داخل الواير بتاعي بيتحرك داخل الفولدر يعني معنى كده الارك في الحقيقه جوه الفولدر الارك مش ظاهر بالنسبه لي عشان كده احنا بنسمي هذه البروسيس سبميرجن ارك ويلي مهام القوس الغلص انا ايه اللي استفدت لما عملت كده؟ انا هي استفدت حاجات كتيره
قد اكون خسرت برضه حاجات كثيره، ولكن تعال نركز الاول على الاستفاده وبعدين نتكلم في العيوب اللي طلعت لي وما كنتش عامل حسابها. الاستفاده بتاعتي ان اصبح الوايرد مستمر على بكره، وبالتالي الواير فيد في استمرار بسبيد ثابته. الترابل سبيد اللي انا كنت بعملها بايدي زمان، اللي هو باخد الالكترود بالمولدر بتاعه وامشي بايدي، اصلا مش موجود. كل الكلام ده راكب على موتور تربي بيتحرك بيه، بظبط درجه السرعه بتاعته والارتحال بتاعته، وبالتالي التي ثابته. اقدر ازودها واقدر اقللها. لو انا زودتها، لو زودتها يبقى التساقط هيكون على المعدن المصهر هيبقى متباعد. لو قللتها يبقى هيبقى مكدس. لو مكدس هيحصل ايه؟ لو مكدس هيبقى الارتفاع بتاع اللحام عالي، الريفورسمنت عاليه. لو السرعه عاليه بقى امتحان، هيبقى اللحام بتاعي هيبقى مقعر. يبقى انا قدرت اتحكم في شكل البيد او شكل اللحام اللي طلع عندي بالتحكم في الواير فيد سبيد وفي الترابل سبيد. لما اتحكمت في الواير فيد سبيد والترابل سبيد يبقى اتحكمت في شكل البيد، شكله ايه؟ شكل اللحام بتاعي شكله. دي أول ميزة أنا خدتها. أصلا ما عنديش ستريس كونسنتريشن حتة معينة. عشان تكون سالم معانا، خلي بال حضرتك إن البورت المستخدم في هذه البروسيس والكارنت المستخدم في هذه البروسيس أعلى بكثير من البورت والكارنت المستخدم في البروسيس بالمانيوال بتاعك. وبالتالي حاصل ضرب في وآي كبير بالمقارنة بالمانوال ميتال ار. وطبعا انتوا عارفين كلما كانت الباور انفولد كبيرة كلما كانت الوصلة هتبقى بريدل، فيها انبوت اكتر من اللازم. يبقى كده بس انا غصب عني البروسيس دي هتشتغل بفولد كرم عادي. قلت كرم عالي. التفنس هتبقى عالية بالمقارنة بالتفنس لو انا قريت في المانيوال بتاع الار اللي هو ايدي. تنسايد ستانس لو انا بشتغل بايدي مانيوال بتاع الار ويندنج. التفنس أحسن قليلة كان التنفس عالي. كل دي مزايا أنا خدتها، بس التنفس لما تعلى مش ميزة بتاعي. الوصلة هنا مش هتبقى مرنة، ولكن أنا بقول الميزة الوحيدة فعلا اللي انا باخدها من الصفر للاقل، الميزه الوحيده والكبيره ان انا عندي كونتينوس فيدنج الونج لاين، وبالتالي انا برسم خط لحام طويل ممكن اعطوا على خط لحام طوله 10 متر بدون تقطع وبدون سبوتس اوف تيرمال ستريس. ودي حاجه ثانيه، ولكن التفنس اقل. التفنس هيبقى اقصد التفنس اعلى، وقت التفنس اقل.
عالي، قرن عالي، وبالتالي الوصلة أصبحت تريدل في حال الصدمة الشرعية. طب مفيش ميزة أقدر يعني تعمل منها؟ أو في ميزة. الميزة اللي عندي الحقيقة إن هذه البروسيس بترمي كم من المعدن المصهر كبير في وقت صغير، وبالتالي إنهاء الجوب أو إنهاء العملية اللي أنا بعملها هيتم في وقت أقل. يتم في وقت أقل. اللي احنا بنسميها ديبوزيشن ريت. اللي هو معدل رمي قطرات معدنية منصهرة في هذه الجاب. ديبوزيشن ريت أعلى. يعني معنى كده هذه البروسيس هتبقى مهمة جدا وحلوة جدا لو انا بشتغل في ايه؟ انا بشتغل لحاجات فيها خطوط طويلة مش مهم فيها المرونة بتاعت المنتج بتاعي. استطيع الصناعة بتاعت سكر لان الحتت اللي فيها ساجن فيها هوجن فيها نوع من السايد ستريب محتاجينها؟ لا ما ينفعش. بروسيس جديدة وحلوة وجميلة لقيت ان العلوم لها اكتر من ميزتها. لا والله في برضه ميزة كويسة ان عندك الارك هنا انت ما بتشوفوش. الارك هنا مستخبي. الارك هنا تحت البودرة. هل دي ميزة؟ طبعا ميزة. مش هتخلي الراجل يشتغل وهو ماسك ماسك على ايده بايده. مش شايف الارض. طب هل متاكدين فعلا ان دي تعتبر ميزه؟ والله في ناس بتقول لا دي مش ميزه. ليه؟ لان انا ابتديت هنا والارك شغال تحت البودره لحد ما خلصت على بعد 2 متر. هل انا اعلم لو كان الارك شغال ولا لا؟ بعد ما اخلص اشيل البودره اوصل الى الارك اللحام ما اشتغلش. لسبب او لاخر طبعا عين الكلام ده وبرضه كل اللي انا بشوف الارك دي ما فيش شك ان هي اي نعم مضر للعين بس ما فيش شك ان هي ميزه. بس قد يكون نسبه الفيومز اللي هتاخدها هتكون اقل والوهج بتاع الارك مش موجود بميزه الشك. بس كونسيدرين ان انت هتعمل البروسيس بطريقه صح علشان تضمن 100% من ساعه ما ابتديت لحد ما انتهيت ان الار شغال. ماذا والا هتعيد الشغل ده مره ثانيه. البروسيس اللي بتشتغل بالدي سي والاي سي. بس تعال نتعمق شويه في الدي سي وفي الاي سي. لو انا اشتغلت بالدي سي الواير اللي هو ماشي جوه المضرب ومش شايفه انا هو اللي هيبقى متزلزل. بتتزلزل ليه؟ لأن في ماجنتيك افكت ما بين الواير والرول بيز عشان ده دي سي ففي هنا قطبين في هنا ماجنتيك افكت. لما تتزلزل الواير وأنا أساسا مش شايفه يبقى في احتمال إن الواير ده بيرمي بره الجوف او بره البريبريشن اللي انا عامله له. اصبح عندي عيب. هذا العيب انا مش هشوفه الا لما اخلص خالص. اوصل الى القطرات المعدنيه بتنزل بره النقاط اللي انا رسمته لهذه الوصفه.
قد يكون العلاج طب نستخدم الاي سي ليه؟ عشان الاي سي الحقيقه بيعمل لي ماجنتيزيشن في الوصل، بيعمل لي دي ماجنتيزيشن لما يجي يتعكس. ماجنتيزيشن دي ماجنتيزيشن ماجنتيزيشن دي ماجنتيزيشن. اما في الوصل الدي سي انا بضطر اعمل الوصله بتاعتي، وبعد كل الوصله دي بتكون ممرضه بضطر اعملها دي ماجنتيزيشن بعد ما اخلص. ماذا والا الوصل دي اصبحت وصله هي مغناطيسيه كلها مغناطيسيه. فده عن استخدامات الاي سي والاي سي مع السبميشن ار كله. مش معنى كده ان الاي سي احسن، لا، الاي سي احسن في الشكل، احسن في انهاء العمليه، انهاء الوقت المستغرق في انهاء عمليه العام. الاي سي احسن. الاي سي الواير ستيبل، مفيش مايلزيشن، ولكن يعني ماشي امين. نقطة مهمة جدا اقول لحضراتكم، هذه البروسيس بتاع سبميشن ار بريدنج زي ما انتم شايفين ان هي ماشية في خط مستقيم. طب نفترض ان هي ماشية في خط مستقيم كده، وبعدين الخط المستقيم ده رجع كده، عمل كده، عمل كده. العملية ان انت تحيد عن المسار ده بشارب انجل بالشكل ده، لو انت بتستخدم الاي سي يقطع من الطيارة. لكن لو انت بتستخدم الاي سي مستمر، يبقى لو كان عندي الخط اللي انا بحمه ده فيه منحنيات وفيه تعقيدات كتيرة، يبقى الدي سي احسن. عمر الارك ما بتقدر، لكن الاي سي بتقدر عند كل انحناء او عند كل تغير في المسار بتاع الواير. فيصل القاطع في الاختيار دي ودي، الا وهي ايه؟ البروسيس اللي هتحصل في الارك ويلدنج دي. اقدر استخدمها في الداون هاند طبعا، اقدر استخدمها فوق طبعا، لا. استخدمها راسي طبعا، لا. استخدمها هوريزونتال ممكن يس ممكن نو. داون هاند يس بالقطع. بس المشكلة بقى بتاعت سوبر ستار بريدنج ما تقدرش تستخدم الكلام ده فوق وكده. يبقى استخدم ده في الألواح أو في البليتس اللي أنت هتكون ممتدة والمسافة طويلة، واللي أنت عايز تنتهي من الجوب في أسرع وقت ممكن بأقل دامج ممكن وبأحسن كفاءة ممكنة وأحسن شكل اللحام نفسه. صبر الأول. طب ممكن نحسن في هذه سبمنشن ارك ويلدنج بطريقه او باخرى، نشوف اكبر عيب فيها هو فين ونركز عليه ونحاول نعمل هذا العيب اليمينيشن. ولو عملت اليمينيشن لهذا العيب يبقى انا وصلت الى بروسيس جديده استخدمها، وانسى بقى المانيوال من الارض وانسى السبمنت الارض. اكبر عيب احنا شايفينه في السبمنت الارض اللي احنا بنتابعنا مع بعض هو الفلكس او القدره اللي انا بستخدمها ازاي هتبرد في السقف، ازاي القدره دي استخدمها وانا طالع. طب شوف هنعمل حاجة أحسن من البودرة. هخلي بدل ما أستخدم بودرة، لا، هستخدم غاز خامل يبقى حوالين الإلكترود بالمعنى الكتابي.
بروسيس جديده هسميها جاز ميدا باور او ميدال انرت جاز ميج ويلدنج. ميدال انرت جاز ميج ويلدنج بس هو تقريبا هو هو بس التغير هيبقى في هذا الوير هيبقى محاط بنازل من نوزل والنوزل دي محاطه بالغازات اللي هي نواحي بدل الباكت اللي بيديني الموضوع ده ما بيخلينيش اشوف الايه؟ ما بيخلينيش اشوف الوسط بتاعي. البروسيس الجديده دي اللي هنتكلم عليها بيقول متى نرد جاز انا تاني خارج انا تاني راس تاني وعندي نفس الواير برضو جاي من بره ولكن الواير اللي عندي هو نوزل النوزل دي الغاز ماشي